الأداء طبعا عليه علامات استفهام كبيرة، تغييرات، تدخلات الفنية اللي حصلت في الماتش. كابتن أحمد عبد الحليم يعني بنقول هارد لك، لأن احنا خسرنا طبعا بونتين طبعا مهمين جدا في طبعا سباق القمة. و يعني رأي حضرتك في المباراة عموما وفي الأداء عموما بالنسبة للعيبة والجهاز الفني النهارده؟ لا، هي مباراة لم تصل إلى حتى متوسطة، أداء بطيء جدا. كان حمادة بيقول إن كارتيرون بيقرأ الفريق المنافس، واضح إنه ما قراش حاجة، لأن طبعا إحنا شفنا الجول جه. إحنا الناس اللي احنا قلنا لسنا متخصصين. لا، ازاي مش لازم لا مش متخصصين، يعني مالناش يعني لا يعني مالكش قرار في الملعب، لكن انت واخد متخصص بالك. وبتقول بناء على رؤيه فنيه شفتها من فريق البنك الاهلي، وجبنا كل الهجمات المرتده مش اللي في كده؟ الاسماعيلي وفي طلائع الجيش واحرز فينا اهداف. ولما حتى الاحصائيات قالها المعلق، قال لك 3 هجمات مش عارف لفرقه، يعني انت حتى انا وانا بتفرج قلت احنا بنلعب محمد هلال، يعني نادي الزمالك بيلعب محمد هلال، يعني ده كلام طبعا